ناري عندنا جبت لكم وصفة رائعة للوجه والجسم، المناطق الداكنة. إلا عندك تصبغات في البشرة ديالتك، إلا عندك اللون ما موحدش، عندك آثار الحبوب، عندك كلف في الجسم ديالك من الولادة، أو لا عندك آثار ديال الصندالة شادة فيك الشمس، وجهك محروق. مع هاد الوصفة الرائعة إن شاء الله غتعطيك واحد التبييض وواحد النضارة وواحد الإشراق، غترجعي تشكريني وترحميني عليها، لأنها فعلا غزالة بزاف. وغنشارك معكم واحد المؤشر كنديرو انا شخصيا البشره ديالتي، كيعطي واحد الترطيب واحد النعوم وواحد النضاره. المهم الغزالات ديالي، مرحبا بكم عندي في الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم الغزالات ديالي جيت نشارك معكم وصفه جد رائعه. اش نقول لكم البنات، غزاله بزاف بزاف. انا شخصيا درتها، جربتها ودرتها وتصدمت من النتيجه ديالتها، فعلا تصدمت وقلت ضروري البنات ما نشاركها مع المتتبعات الغزالات ديالي اللي كيتيقوا فيا. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي كتخليو في حقي، كنشكركم من هنا كنشكركم. المهم الغزالات ديالي، بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد المؤشر كنديرو انا شخصيا للجسم ديالي، كيعطي واحد الرطوبه وواحد النضاره وواحد الحيويه، كيقضي على التجاعيد اللي كتكون عندنا في البشره، وتيوحد لك اللون، كيفتح لك اللون ديال البشره. زائد هاد الوصفه هذه ان شاء الله غتبيض لك الجسم، الاماكن الداكنه ممكن ديرها في الرقبه ديالتك، في الكوعين، تحت الابط، الرجلين، الى عندك اثار الصنداله بالفخذين، الى العانه، الى اي مكان عندك في سواد غدير لي هاد الوصفه وغتشكريني. المهم الغزالات ديالي، اول حاجه غنداو بها وهي المؤشر، غناخذ برتقاله، ليمونه غنقطعوها تكون قطع صغيره صافي، وغنحيدو من هذاك العظم. وكيف كتعرفوا البرتقال ممتاز، كيرطب البشره، غني بفيتامين سي، كيعطيها واحد النضاره وواحد الحيويه وواحد الاشراق، كيقضي على التجاعيد البشره، تيوحد لك اللون ديال الجلد وكيفتح البشره. انا هذا المؤشر هذا غزال بزاف، صوبته وديته معايا للحمام، ما نعاودش لكم البنات قسما بالله، انا كنحلف وربي شاهد عليا، لاني هذه الوصفه هذه كنديرها، وهذا ملي صوبته ديته معايا للحمام ودرته، وفعلا البنات عطاني واحد الترطيب رائع بزاف بزاف، وكنتمنى انكم ديروا زوين بزاف. الا عندك حتى الحبوب في الجسم ديالك ولا في المؤخره ديالك راه ما كيبقاش. المهم الغزالات ديالي، غناخذوا كاس ونص ديال الماء، غنضيفوه على ديك البرتقاله، وغنديروا هذا القدر او هاد الكاسرونه فوق النار، وغتغطيوها باش كتحافظوا على دوك الزيوت الطياره اللي كتكون في البرتقال. نخليوها تقريبا واحد 10 دقائق صافي، وغنحيدوها من فوق البوطه. ها انتم حتى كيطيب معنا البرتقال، ممتاز هذا المؤشر رائع، حتى تغسلي وتسالي في الحمام وديريه للجسم ديالك، وغترجعي تشكريني وترحميني عليه. صافي غناخذو شي مولينكس او طحان يدوي، وغنطحنوه مزيان حتى كيتطحن معانا. المهم انا راه قلبته في هذيك، حيت بدا كيطاير ليا، قلبته في ديك السوبيره وطحنيه مزيان البنات. هاد المرحله مهمه، علاش؟ باش كتخرجي كاع دوك الفوائد اللي كتكون لا في القشره ولا في البرتقال. صافي وغتخليه يبرد، اهم حاجه هاد الخطوه مهمه، غتخليه حتى يبرد تماما. ملي يبرد غنضيفو عليه جوج معالق ديال الارز، ما تضيفوش وهو سخون. الا ضفتوا الارز على البرتقال وهو سخون غيطيب لكم الارز، وما غتستافدوش من التقشير، لان الدور ديال الارز كيقشر الجسم وتيدور الدوره الدمويه، وتيفتح البشره وتيحفز انتاج الكولاجين في الجسم، وفي نفس الوقت كيسد لينا المسام وتيجدد لينا الخلايا ديال الجلد، وكيخلصك نهائيا من الخلايا الميته. صافي غضيفيه في شي قرعه بحال هكا ديال الزاج، وغتديه معاك للحمام حتى تسالي، حتى تسالي تبغي تخرجي من الحمام، وغتقومي الجسم ديالك كامل بحركه دائريه، غتقوميه كامل وغتخليه تقريبا واحد 5 دقائق صافي، وغتشلي. ملي غتقومي وغتشلي غتحسي بواحد النعومه، وغيخلي لك واحد الرائحه زوينه في البشره ديالتك. وكيف كتعرفوا البرتقال راه ريحته زوينه. ودابا ان شاء الله ندوزو الوصفه للتبييض الجسم او الوجه. غنحتاجو صابونه دوف، اي صابون يكون، اي صابون كريمي او اي صابون ابيض عندكم، ماشي بالشرط يكون دوف. غتحكيها، غناخدو تقريبا منها واحد 3 المعالق ديال الصابون. وكيف كتعرفوا الصابون راه كيسبب جفاف البشره، اي صابون، وليني دوف حيت فيه واحد المركب كريمي كيرطب البشره. المهم الغزالات ديالي، هو راه دوف مرطب طبيعي، منظف فعال، كينسب جميع انواع البشره، تينعم، مضاد للحساسيه، كيوفر واحد التغذيه كامله للجسم.
صافي انا شوفوا انا راه الوصفه راني دايراها وربي شاهد عليا، راه ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه الا لما كنتش مجرباها. الا ما جربتهاش وما لقيتش عليها النتائج فوريه او نتيجه زوينه، راه مستحيل انني نحطها معكم في القناه. راه مادام كنتعطل شويه وانما كنجيب كل ما هو جديد وناجح. غنضيفوا لها تقريبا واحد نص كاس ديال الماء الورد. الماء الورد راه كيحافظ على اللون ديال البشره وتجدد الخلايا وكيخفف من احمرار البشره. وغنحطو تقريبا فوق الطاوله، غنغطيو وغنخليو تقريبا واحد نص ساعه. علاش؟ باش كيطلع لينا داك الصابون في الماء الورد وكيطلع لينا مزيان ملي كنجيو كنلقاو رطاب داك الصابون. ولا كنتو مزروبين سخنوا الماء الورد وضيفوه هو سخون. صافي من بعد الغزالات ديالي من بعد غنحركو مزيان. ضروري هاد العمليه انكم تحركو باش كيذوب لكم الصابون، كيذوب مزيان. غنضيفو ليها الطين الابيض. الطين الابيض الا ما عندكمش الطين الابيض ضيفوا النشا. مهم الطين راه حتى هو كيفتح البشره وتيوحد اللون، تيحيد اثار ديال الحبوب زوين، كيبيض وكيعطي واحد النعومه للبشره. بالنسبه للطين ممتاز، والا ما عندكمش كيف قلت لكم عوضوه بالنشا. وهاد الوصفه البنات ممتازه، كتحيد لكم اثار الحبوب، التصبغات في البشره، في الجسم، الا عندكم سواد في الرقبه، تحت الابط، بين الفخذين، الركب، اثار الصنداله. الصيف دابا جاي، تتبغي تلبسي الصنيدلات. مهم وصفه غزاله وغتشكريني وغترحميني عليها، وبحال ديما بحال التعليقات الزوينين ديالكم. مهم غتحركي مزيان حتى داك الطين الابيض يذوب مع داك الموارد ومع الصابون. والمكون الثالث اللي غنضيفو ليه وممتاز البنات، وهو كريم الجليسيرين. ولا عملنا عندك كريم الجليسيرين ديري كريم اي كريم عندك غير هو كريم الجليسيرين. علاش؟ لانه مبيض في نفس الوقت ومضاد للجراثيم والفيروسات، تجدد نمو الخلايا ديال البشره، كيقلل من افرازات الدهون اللي كتكون في البشره، كيرطب وكيغذي البشره وكيفتح اللون وكيعطي واحد اللمعان وكيخلصك من الجفاف. زوين بزاف هذا الكريم. هذا راه غير بوحدو لا شديتو خلطتو مع الماء ورد وبقيتو كديروا به رجيلاتكم يديكم بالليل، راه كيعطيكم واحد الترطيب رائع. غنضيفوا ليه ملعقه من الكريم فيراند لافلي ممتاز، كيفتح اللون ديال البشره الداكنه وكيوحد اللون وكيخلصك من البقع السوداء واثار الحبوب اللي كتكون في الجلد، وكيرطب البشره وكيعطيها نضاره. نتوما حاولوا تاخذوا الكريم الاصلي من الصيدليه، راه متوفر غزال بزاف. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه كديروها فتره المساء ديما البنات. لي ماسك بحال هكا كيديروا في فتره المساء، اولا بغيتي ديريه كصابون يومي كتنوضي مع الصباح كديري على وجهك تقريبا واحد 10 دقائق وكتغسلي البشره ديالتك صافي وكترطبي. المهم بالنسبه لاخر مكون، يا اما تضيفوا الحامض اولا تضيفوا زيت الحامض اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. بالنسبه لي انا غنضيف زيت الحامض لانه كيحيد السموم من البشره وكيعالج اثار الحبوب والبثور وكيفتح اللون ديال الجلد وكيطهر البشره. واللي عندها حساسيه من الليمون اولا من الحامض اولا من زيت الحامض استغني عليه نهائيا، ما ديريهش، من الاحسن تستغني عليه. صافي غناخذ شي علبه تكون نظيفه وغنحتفظوا بالكريم فيها، غديرها في الكريم وغتحطيه في الباب ديال الثلاجه. هذا الكريم هذا صالح لمده 20 يوم، غديريه يوميا على البشره ديالتك حتى يسالي. مهم وغتحصلي على واحد البياض رائع. اول حاجه الغزالات ديالي انا راه درت المقشر في الحمام، اش غنقول لكم، واحد 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 الرطوبه وواحد اللمعان هانتوما كتشوفوا بعينيكم، شوفوا غير البشره ديالتي كيفاش كتلمع. المهم غتحطي الكريم على البشره تكون نظيفه، انا البشره نقيه عندي. صافي غنحط لها الكريم وغنخليه تقريبا 20 دقيقه وغنغسله. المهم البنات هاد الوصفه هادي غديريها وغترجعي تشكريني وترحميني عليها. غير هي تبعيها لمده اسبوع وديك الساعه غتشوفي واحد البياض غيولي في عندك في البشره، غتوحد لك اللون، ما غيبقاش نهائيا الا عندك شي تصبغات اولا شي سواد اولا شي بقع سوداء، ما غيبقاش نهائيا. فعلا البنات وصفه رائعه من احسن الوصفات اللي جربت انا شخصيا، وراه كنحط لكم وصفات مجربه وربي شاهد عليا. غتعطيكم واحد الاشراء او واحد النعومه بحال ديال الاطفال، وغتحصلي على واحد النتيجه من اول استعمال. غير هي الغزالات ديالي بالنسبه لهاد الوصفه هذه ملي ديرها على البشره ديالتك غتخليهم لمده 20 دقيقه وغتغسلي البشره بالماء يكون دافي هو الاول، عاده باش غتغسليها بالماء بارد. وضروري ما ترطبي البشره ديالتك، يا اما ترطبيها بكريم نيفيا سوفت اولا بالزيت اللوز الحلو
اولا بزيت، اولا بزيت الكوك يعني زيت جوز الهند، وإلا ما عندكش رطبي غير بزيت الزيتون. المهم ضروري البنات من ترطيب البشره باش هكا كتفادي التجاعيد المبكره للبشره. وبالنسبه حنا راه داخلين دابا في فصل الصيف، مع الصباح ملي تنوضي غسلي وجهك ورطبيه وديري الواقد الشمس اللي كديري. بالنسبه ليا انا خديت واقد الشمس ديال بيافين ممتاز، سير للبارا فارماسي وخديه من باغا كيكون ناقص شويه في الثمن، ولا عطيني واقد الشمس ديال بيافين راه زوين البنات. واخا نتوما في الدار دابا غتغسلي وجهك مع الصباح وغديري الواقد الشمس للبشره ديالتك، لان الاشعه كتدخل لينا من الشراجم، من الاحسن يكون احسن للبشره. وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده.